الطالبة المتفوقة سارة أحمد إسماعيل الأول مقرر علمي. ألف مبروك الأول، وبنرحب بك معنا في أخبار اليوم. شكرا، الله يبارك في حضرتك. طبعا النهاردة شعور ما يتوصفش، أنت من 10 الأول على الجمهورية، أكيد كنت متوقعة أن أنت هتبقي من المتفوقين. كلميني عن شعورك النهاردة وفرحتك بالنجاح. طبعا ما كنتش متوقعة خالص، عشان كان في غش وتسريبات، والسنة دي يعني ما كانتش مظبوطة خالص. ويعني لما كنت قاعدة بتفرج على المؤتمر بتاع الوزير، وبعد كده جه الأول بتوع علمي علوم وجه اسمي وصورتي، ساعتها يعني عرفت طبعا، اتفاجئت طبعا، ما كنتش مصدقة خالص، وقعدت اعيط وكده. أكيد أنت اجتهدتي وعملتي كتير عشان توصلي للحظة دي. عايزة أعرف بقى، كلميني عن اليوم الدراسي كان بيعدي عليك إزاي، وعن مساعدة الوالد والوالدة ليكي إنك توصلي للعشرة الأوائل على الجمهورية. كان اليوم بيبقى يعني على حسب هنزل فيه مثلا درس ولا لا، في مثلا درس ولا في درسين، بيبقى على حسب طبعا. فكنت بعمل كل يوم خطه معينه يعني او جدول، على حسب لو في درس هياخد من الوقت معين، والباقي مثلا هذاكر فيه او كده. وطبعا يعني سر النجاح برده كان في بابا وماما، كانوا موفر لي جو حلو جدا يعني، وكانوا مريحيني على طول يعني، دايما يقولي بس ذاكري ريحي شويه. ما كانوش يعني مقصرين معايا في اي حاجه، واخواتي برضو كل العيله بتاعتي كانت بتدعي لي وكانت ورايا. مدرسين كمان كنت باخد معاهم كانوا ما شاء الله عليهم يعني. وقت اللي حصل التسريبات والقلق اللي حصل في السنه دي، انت حسيتي جه عليكي وقت ان انت يئستي، او انت كنت حاسه ان انت مجتهده وانك انت خارج الحسابات دي؟ بالفعل بعد امتحان عربي وبعد ما خرجت منه وعرفت ان هو متسرب وكان مع ناس كتير جدا، طبعا يعني صعقت ويئست جدا، وما كان يعني بقول لماما حتى مش لازم اكمل الامتحانات يعني. خلاص هي كده معروفة هتخلص يعني للناس اللي هي غش طبعا، وده كنا متوقعينه كلنا، بس لا يعني ربنا ادى كل واحد على قد تعبه. وكمان في التصحيح يعني اظن هما كانوا منصفين يعني، اكيد لما شافوا اجاباتي عرفوا ان انا مش نقل خالص، بعيد خالص عن نموذج الاجابة، فاكيد عرفوا ان انا يعني كاتبة من مجهودي، فعشان كده ادوني درجات دي. انت طموحك انك عايزة تدخلي كلية؟ عايزة ادخل كلية صيدلة. انت متفوقة ولا انت اصلا من البداية بتحبي الصيدلة؟ من البداية بحب الصيدلة. انا عايزه منك بقى تقولي لي معادله كده، وصفه كويسه للنجاح او انك تبقي متفوقه، تقولي ايه لزمايلك او اللي لسه هيدخلوا ثانويه عامه؟ هو سر النجاح في حاجتين يعني، بيتهيألي ان هو الاجتهاد والمذاكره وتنظيم الوقت وربنا قبل ده كمان يعني، الواحد يقرب من ربنا ويدعي له من قلبه يعني، ويصلي ويعني يكون رب مع ربنا، وربنا هيبقى معاه. طبعا انا فرحت جدا يعني، فرحت قوي بيها طبعا، مش عايزه اقول لك فرحه من يعني ما اعرفش اوصفها طبعا، بس الحمد لله. هو انا وباباها كنا متوقعين لها حاجه زي كده برضو، الحمد لله. مين بلغك بقى بالنتيجه؟ انت شفتي؟ لا احنا كنا قاعدين بنتفرج على المؤتمر، وهو سياده الوزير قال اول اسماء بتوع علم رياضه، واول ما قال بقى بتوع علم علوم، واحنا ركزنا بقى فاول بقى لساره، فببص لقيت صورتها فعرفت انها ساره بنتي يعني. قعدنا بقى طبعا هي عيطت وسجدت شكر لله، وكلنا يعني اتبسطنا الحمد لله. الحمد لله يعني احنا تعبنا كلنا، وطبعا وسائل الترفيه كانت تقريبا ممنوعه، انا ما كنتش منع التلفزيون، بس هم من نفسهم ما كانش في وقت يتفرجوا. كنت خايفه من التسريبات، ان الناس اللي بيعرفوا الاجابات او كده ياخدوا مكان الناس اللي تعبت، فكنت خايفه جدا. بس هي سبحان الله يعني هي كانت بتطمني، كانت تقعد تقول لي ماما انا هعمل اللي عليا وان شاء الله ربنا شايف وكده، ما تقلقيش انا مش هاممني الموضوع ده قوي، انا هشيلها من دماغي. الحمد لله. طبعا انا يعني طبعا انا مقتنع بايه، البنات بيبقى لهم معامله خاصه بالذات يعني، فانا ربنا لزقني بثلاث بنات، فانا بحطهم في عينيا، لان حاسس ان دول مسؤوليه ربنا هيحاسبنا عليهم. فانا كنت طبعا بوديها الدروس بنفسي، واديها واجيبها يعني متفرغ لهم يعني، هم متفرغين، هي كانت متفرغه للمذاكرتها وللعلم، وانا برضو مفرغ نفسي ليهم ان انا اوديهم واجيبهم واشوف طلباتها ايه، كلها طلباتهم واعملها يعني. فالحمد لله. وهي تعبت قوي بصراحه يعني ده ثمره جهودها فعلا، هي تعبت جدا، فربنا بيكافئها على تعبها. ووالدتها تعبت معاها برضو، والاسره كلها، وجدها وستها اليوم دول برضو معاها حقيقي يعني. تتمنى لها ايه بقى؟ شايف لها ايه في المستقبل؟ انا كنت بتمنى في امنيه بالنسبه لي، انا وجدها مشتركين فيها، نفسنا ان هي تخش كليه الطب تبقى دكتور. بس هي عايزه تخش صيدله، فانا مضطر ان انا اتنازل عن رغبتي، عشان برضو ايه، انا يهمني ان هي تكون داخله حاجه حباها عشان تنبؤ. انت سايبها براحتها تختار المستقبل اللي هي عايزه؟ طبعا، لان انا مقتنع اللي بيحب حاجه بينبخ فيها وينجح فيها، لكن انا مش هفرض عليها تخش كليه الطب وهي تخش وبعد كده ما تنجحش فيها. لكن هي طالما حابه الصيدله تخشها، وربنا يكرمها وتتفوق فيها، اهم حاجه ان هي تتفوق فيها، ربنا يكرمها كده تبقى دكتوره في الجامعه ولا حاجه،
يبقى احنا عملنا حاجة الحمد لله.